سيارات الأندروفير في ذهاب وإياب، تاركة وراءها سحابا كثيفا من الغبار. شيوخ بملابسهم المأهولة يرحبون بالزائر ويتتبعون تحركاته بكل اهتمام. إنك تتوسم فيهم الحزم والعزم والإيمان الراسخ بعدالة قضيتهم، فما وجودهم في هذه المنطقة إلا دليل قاطع يؤكد اختيارهم للقضية العاجلة المتمثلة في الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كان الثمن. وهنا أيضا يرفرف العلم الصحراوي عاليا في هذه القلعة، والشيء المثير للانتباه هو أنك لا تشاهد إنسانا سواء كان شابا أو شيخا بدون سلاح. إنهم قدموا من المناطق التي احتلها الغزاة والتحقوا بصفوف الجبهة لأنهم اختاروا طريق الكفاح، لأن الحرية لا تعطى بل تؤخذ بحد السلاح. هكذا يتسابقون لإجابتك عند الدخول في الحديث معهم. وفي اليوم الثاني من وصولنا ساعدنا الحظ في التقاط هذه الصورة لإحدى الشاحنات المغربية التي وقعت في قبضة الثوار خلال إحدى العمليات في الطريق الرابط زاك بلايون، فأوتي بحمولتها وأسير من كان على متنها. وكانت هذه الفرصة مواتية للدخول في حديث صريح مع مجموعة من رجال البريزاري. من عند العمليات اللي غزوا المغربي هذا الموريتانيين، وجينا جايين غزاوا علينا، احنا معتدين علينا، ها ارضنا، وحنا يعرفوا هما عنا ما نلاهينا، ما نلاهين تنازلوا عنا قد مثقال ذرة من هاي الارض، شبر واحد ما تنازلوا عنا. سمعت وهما ما محاسبين هاي الدولة اللي هي ما محاسبينها قاع دولة، المليك ولا الخيطير ولداده ما محاسبين هاي الدولة انها دولة. هاي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء واد الذهب هي الممثل الشرعي لهذا الشعب العظيم، بشبابه بكبيره بصغيره بمسطيه بمرته. لك سمعت واحنا كفنا نصنع ريك من عاد بل هذا الثوار اللي يكافحوا في هذه في هذا المغرب والموريتان، واحنا ما ندور حد يعطينا الحريه بذيك الحال، ندور نحكموها مدافع بالبندقيه نحكموها بها. لك سمعت اسوا احب من احب وكره من كره، مفهوم؟ وبذيك المناسبه ذيك هي يحسبون احنا اليوم ما قادينا ما انتم مطالبين هذا الشيء لين ما يبقى منا ولو ما يبقى منا الشير والعزوز، انتم ونكاف على ارضنا. راكم جايين من العمليات؟ جايين من العمليات ترجعوا؟ جايين ونراجع ان شاء الله، وحنا هذو تراعي فينا بشيبنا نخبطوا وبعزايزنا رجالتنا وعلياتنا وشاشتنا العدو يقدروا يحملوا السناح يخبطوا، راهم طالعين الاجبال وراهم يكافحوا على ارضهم. لك سمعتوا وبلاش مين حد اللي يبغى يسمع واللي يبغى ما يسمع، ما قادين احنا ما البر ما هي عندنا والغنم ما هي عندنا والحمير ما هم عندنا ولا عندنا ما هو شيء المطيره، والله ذي الارض اللي باقي حد له يقلع منا احنا ما نعطينها، ما نعطوه ابدا، ما نتناسل وعن شبر منها. هاي الثروات اللي عندنا احنا اعطاها لنا مولانا وبلاش ما يحد ما نعطوها. سمعت احنا ها ضريك جينا الا نزوروا عائلتنا هون ومرجعين قايسين ان شاء الله العمليات في المغرب وفي الموريتان ومتفرقين على هذه الدول الثنتين. لك سمعت دول الغزو الستين اللي شاغلات فينا ناجحين بالعمليه، ورانا ناجحين ان شاء الله، وما احمدنا مولانا وشكرناه، ما عندنا كون نحمدوا مولانا ونشكروه، ما لنا ظالمين حد، ما اعتدوا على مسلم مولانا يقول لا اله الا الله جاي ما نشوف بالمكان ولا نعذبوه ولا نبطوه ولا نقتلوه. انسان جانا فرضنا يعرف عنه لا نقتلوه ونعذبوه ونهينوه ونقطعوا لحمه وباطنه وكلوه. ايوه هذا هو اللي بعد. والسلام عليكم. يعني هذا رانا مجدينه شيبنا وبكبارنا وبصغارنا، شوف
75 عام اللي وطني انحروا بالكفاح وبالموت وبقطيع الرقبة وقليع العينين. كيف يواسينا المغرب وكيف يواسينا موريتان حاضرنا ننتفاو عن آخرين عن آخرين عن آخرين عن آخرين عن آخرين. والبندوقية البندوقية هكذا اكبرنا بها اكبرنا بالكفاح ومد المدافع شوف بند الكفاح في اللي يسبق ذا اكبرت به عن ترابي الى عن اخرين ننتهى وهكذا. سلام حتى النصر ان شاء الله. حتى النصر ان شاء الله هو اللي ندور. حتى النصر النصر ان شاء الله. هذا المظلومون هذه الارض اللي هي ما خارج حد له طاي يقول انعتنا موتات فيها ما وحنا ما فينا ما هو واعي وايلو يحسب الى 20 الى 25 الى 30 ميت الله في الارض على الكفاح لا خارج حد ما شارينا ونحن مزنا من الشقين فيها ونخلاه وعنا خلانا مزنا لكن اللي كنا نعدلوا لا يتموا نعدلوا إلى نفنا من آخرنا فيها وعمر هذه الدول اللي عاونتنا وكثر خيرها اللي جبرتنا مظلومين متباركة مع ظلمة تقلعها عنا الله يعمرها ولا ننساها فيها ورانا مشاركينها 100% ورانا ما نزوزوها حتى احنا مولي ونخلاو عليها وحالنا لها واعمارنا لها مولي نساء عدلتنا التعدال ذا هو وعرفنا على المسلمين راح للمسلمين من ما عاد الا ذوك اللي يعينوا المسلمين الله يعينه ويعينها ان شاء الله. المسلمين اللي كنا قايلين عنهم مسلمين وين ظالمونا الظالمون شور احنا بالله وبالشريعه وبالقوانين واللي راينا من اللي عانى عرفنا انه مسلم ولانا الجزائر خصيه يعمرهم ويعينهم ونفنا وفرضنا ونفنا ومعاهم على كل ما هي صفه جاون عليها وبارك الله في الساق. علمنا أن أحد الصحراويين كان يقتل المناطق المغربية وقد التحق أخيرا بصفوف الثوار بعد أن فر من المغرب وسبق له أن ساهم مرغوما فيما يسمى بالمسيرة من دون رغبة وله حكاية مثيرة حول المسيرة. الأخ هذا على كل حال شارك مرغوم في المسيرة بالمغرب هو أخ صحراوي نظن يقدم لنا نفسه أولا بالاسم ولا اسمك؟ اسمي محمد الأمين. نعم. ولد مويليد ولد بنان. أيوة احكي لنا كيفاش كنت شاركت في المسيرة واش كنت تعمل في المغرب احكي لنا. كنت نعمل في المغرب من عام 56 وأنا في المغرب. نعم. شاركت في جيش التحرير وتميت في جيش التحرير نعاونهم في كفاحهم في دفاعهم ضد فرنسا ضد فرنسا ديك الساعة نخبطوا فرنسا إلى النهار اللي عدت فيهم نايب ثلاثي قائد ثلاثي وتميت فيهم هذاك النهار الى النهار اللي استقلوا هما وسكنوا تميت الى النهار اللي جات المسيره. النهار اللي جات المسيره وين كنت تسكن؟ نسكن في مدينه طاقه. النهار اللي جات المسيره عيطوا لنا بالسيف انا وحدي اللي حصلت فيهم هذاك النهار وعيطوا لنا وقالوا لي تمشي بالسيف كيفاش قتلوا انا اللي لا ينعود ضد بلادي صحراوي لا نمشي ندافع على الصحراء. قالوا لي تمشي بالسيف ها جندار ها اللي القياد ها الخلايف هذاك الشيء ومشي لك هذا في المكان تعرف هذاك القايد واحد القايد قاين قال له احمد فؤاد. نعم. هو بعد القايد كاع اللي قايد الملحقه. نعم. وهي وغريمتي زنيت فيها القياد موجوده. نعم. فيها واحد قال له عبد القادر في واحد قال له مصطفى والشيخ ملعيني. نعم. فهو هي مشينا مع هذيك المسيره فيها 18000 نسمه وتميت ماشي معاها الممكان والجوع والضياعة والتكرفيس التكرفيس في ركوب الكمان 95 باش نركبه في الكاميو 95 واحد في 95 واحد في الكاميو باش نركبه فيها الممكان والخبز والو ضايعين ومتكرفسين اللي لحقونا سبخت من الصباح عند الكروشي النهار اللي لحقنا فهم قعدنا فهم شي ايام قعد والناس ضايعة وتالفة وخال يوم متكرفسة بزاف تميت فهم معاهم الى النهار اللي رجعوا مني رجعت المدينه طاقه
تميت نحاول نقاني شوي زويلات عندي اللي نقانيتهم نجمعهم يعني. نجمعهم باش نهرب ما طلع عندي انا بالي نقعد عندهم هم ولا شيء النهار اللي قانيتهم قانيت منهم بعض التحقت بالجماعه فهم الثوار قطعت النص والنص بقى عندهم ايوه بقى النص نتاع الزوال النص نتاع الزوال بقى قوي الناس اللي جاوا معاك باش يهربوا الناس اللي جاوا معايا كانين بعضيه منهم لا يجي معايا فيهم اليمين والدلوه فيها اولاد الحسين في المصطفى هذو حصلوا بيهم قبضوهم قبضوا حياتهم دخني ولد مياره واولاده محمد اليمين هذو حصلوهم كانوا جايين باغيين يجوا كانوا باغيين يجوا بلال ولد مويليد بقى قبضوه حبو ولد مويليد قبضوه محمد ولد مويليد قبضوه حمديتي قبضوه ولد مويليد محمد اليمين ولد محمد احمد قبضوه